السلام عليكم، معكم زهراء محمد المنومي، وبشرح لكم اليوم درس في برنامج الإلستريتر وطريقة عمل كوستوم تايب ديزاين. أول شيء بختار التكست، وبنختار نوع خط مميز والكلمة اللي نبيها. نقدر نصغر الحجم أو نكبره. بعدها بنسوي رايت كليك على الكلمة، كرييت اوت لاينز، بعدين بنروح حق الأوبجكت، بعدين باث، بعدين أوفست باث 10 بيكسلز، بعدها بيصير بهالطريقة. بنسوي انجروب، الحين بنخلي هاي باللون الأبيض، اللي داخل بعدين بنحدد هذا وبنسحبه شوي، ومثل الطريقة بهالطريقة صار عندنا. الحين نسحب اللي داخل إلى تحت شوي، ونختار لون، مثلا بختار اللون الأحمر.
هني مثل الطريقة نسحب نسحب نسوي مثل اللون ونكرر كل شيء نسحبه ونخليه باللون الأحمر سنتوباي نسوي Alt نسحب بعدها ناخذ الحروف اللي باللون الأبيض نسوي حاجة ستروك ونتحكم بالحجم نحددهم كلهم هذا مثل الشيء بعدها نسوي جروب ونقدر نختار
لون. بختار اللون الأزرق. أرينج سنت بلانك. بهذه الطريقة صار عندنا الكوستوم تايب ديزاين. شكراً.